السلام عليكم. إلى غزة در، وانطلق أسطول الحرية ييمم شطر غزة. أحرار من خلف البحار جاءوا لكسر الحصار عن غزة بعد أن سدت عليها معابر البر من الأعداء والأشقاء. تحذيرات إسرائيلية بالمنع، ومعتقل في أشدود بانتظار أنصار الحرية، وإصرار من هؤلاء على إتمام المهمة. أسطول الحرية في مواجهة أسطول الاحتلال، وترقب للنتائج. غزة تتأهب للقاء وتتهيب، فهل ينكسر القيد وتذوق طعم الحرية؟ انطلقت صباح اليوم من إسطنبول القافلة البحرية للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة التي تحمل اسم أسطول الحرية لغزة، بالتنسيق والتعاون بين جمعية حقوق الإنسان والحرية التركية للمساعدات الإنسانية وعدد من المنظمات الدولية التي شكلت فيما بينها ما يسمى ائتلاف الحرية لغزة. القافلة تضم 9 سفن، منها 3 تركية و2 من بريطانيا و1 من كل من اليونان وإيرلندا والجزائر والكويت، تلتقي فيما بينها في نقطة محددة بالبحر المتوسط لتتابع سيرها إلى ميناء غزة. وتحمل القافلة إسمنتا وحديدا ومستلزمات طبية متنوعة وأغذية للأطفال مقدمة من نحو 50 دولة، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما تحمل على متنها نحو 750 شخصا، ويمكن للسفن أن تصل إلى غزة خلال فترة 24 ساعة في حال عدم اعتراض الجانب الإسرائيلي طريقها. سلطات الاحتلال الإسرائيلي حذرت من أنها لن تسمح بوصول القافلة إلى ميناء غزة، وأنها أعطت سلاح البحرية الأوامر لمنع وصولها، وهو ما سيضع أسطول الحرية أمام اختبار حقيقي. إلا أن جمعية حقوق الإنسان والحرية التركية أكدت على لسان رئيسها بولانت يلدريم أن القافلة ستصل إلى غزة مهما كان موقف الكيان الإسرائيلي. مشاهدينا، عن هذا الموضوع وأبعاده أرحب من بيروت بمنسق رحلة سفينة الأخوة إلى غزة دكتور هاني سليمان، ومن غزة أرحب بالناطق باسم الحملة الشعبية لفك الحصار عن غزة السيد علي نزلة، ومن اسطنبول عبر الهاتف نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار الدكتور محمد صوالح. أرحب بضيوفي. أبدأ معك دكتور هاني سليمان، بداية كيف سيكون مسار القافلة التي انطلقت اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المعروف أن مسار هذه الرحلة هو من أنطاليا، من السفن التي انطلقت من إسطنبول باتجاه أنطاليا، ومن أنطاليا ستتجمع السفن في المياه الدولية باتجاه غزة بإذن الله. وقبل أن نتحدث عن مسير السفن، أود أن أتحدث عن مسير حركة المقاومة في فلسطين وفي غزة تحديدا، فأقول لأهلنا في غزة: لستم وحدكم، فإن أحرار العالم بدأوا ينضمون إليكم، وأن أحرار العالم الذين هالهم منظر الإجرام الصهيوني بحق أهلنا في غزة لا يمكن أن يسكتوا على هذه الجريمة المتكررة وهذه الجريمة المتمادية. ولذلك فقد جاء أحرار العالم إلى غزة ليثبتوا أن العدو الصهيوني لا يمكن أن يرتدع إلا بالقوة المعنوية والإعلامية والسياسية. طيب، أرجو أن تبقى معي، طبعا سأعود إليك. أنطلق إلى دكتور صوالح. دكتور صوالح، بداية هل تعتقدون بأن أسطول الحرية سيرسو في ميناء غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم والتحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين أيضا. عليكم نحن السلام. نحن نعتقد نأمل إن شاء الله أن نصل إلى قطاع غزة، ونحن مصرون على أن نصل إلى قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت ندرك أن هذه الدولة وهذا الكيان هو كيان عنصري، كيان إجرامي، يمكن أن يفعل أي شيء. المهم في هذا الأمر أن كل الذين جاءوا معنا، وهم يزيدون على 800 شخص من أكثر من 50 دولة، كلهم مستعد للمواجهة وكلهم مستعد للتحدي. هؤلاء جميعا يدركون أننا لم نأتي لنستأذن كيان الصهيوني للوصول إلى قطاع غزة، لأننا ندرك
أنه يجوع ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ والجميع، وبالتالي هو سياسته واضحة، ونحن لدينا إصرارنا ولدينا العزيمة على تحدي القرار الصهيوني الجائر. يعني انتقل الى غزه. سيد نزله، كيف تتهيئون اذا في ظل هذا الاصرار كما سمعنا من الدكتور صوالحه للتحدي ومواجهه الكيان الاسرائيلي، كيف تتهيئون لاستقبال اصول الحريه؟ بدايه تحيه لك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام. نعم. نحن في قطاع غزة يعني أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال هذه القافلة الكبيرة، هذه القافلة الضخمة، هذه القافلة التي تمثل انتصار حقيقي لشعبنا الفلسطيني وإرادته وصموده أمام آلة العدوان الإسرائيلي، أمام الحصار، أمام كل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في تحديه لهذا الاحتلال. طيب دكتور رهاني سليمان، يعني سمعنا أكثر من 50 دولة مشاركة طبعا في مسار هذه القافلة، ولكن يعني برأيك هذا الحجم يعني الدولي هل سيكون له وقعه يعني لدخول هذه القافلة أو هذا الأسطول إلى ميناء غزة؟ سيدتي، أريد أن أعقب بكلمة على المقدمة التي تفضلت بها وقلت أن أسطول الحرية هو أمام اختيار حقيقي. نعم، امتحان. نعم، أمام امتحان أو اختبار حقيقي. نعم، نحن نقول أن العدو الصهيوني هو أمام اختبار. لا. نحن لقد قررنا أن نذهب إلى غزة ولن نرجع قبل أن ندخل إلى غزة. وأذكرك برحلتنا، رحلة سفينة الأخوة اللبنانية لكسر الحصار عن غزة في شباط 2009. هددونا بما لا يكفي وقالوا سنغرق الباخرة، فقلنا لهم لقد نطقنا بالشهادتين، أغرقوا الباخرة. لا. وأصرينا على الدخول، وصلنا إلى المياه الإقليمية الفلسطينية واشتبكنا معهم، فانتصرنا عليهم نفسيا وسياسيا، وبالرغم من اعتقالهم لنا لم يستطيعوا أن يأسرونا ليلة واحدة لأنهم يعرفون ما هو الثمن. هذا هو ما أريد أن أوجهه من رسائل لإخوة أحرار العالم ولإخوة العرب المشاركين في هذه الرحلة، في هذا الحج إلى غزة، لأقول لهم أننا سنكون بإذن الله رجلا واحدا، صفا واحدا، موقفا واحدا، قبضة واحدة بوجه العدو الصهيوني، وليفعل ما يفعل. طيب. يعني أعود إليك دكتور صوالحات، تتحدث عن أن أكثر من 50 دولة مستعدون أو مستعدة للتحدي والمواجهة الكيان الإسرائيلي في ظل العقبات والتهديدات يعني التي سمعتم بها. برأيك هل سيدعن الكيان الإسرائيلي لهذه المشاركة الدولية، حجم المشاركة الدولية؟ عفوا، هل السؤال مرة أخرى؟ دكتور صوالحة، يعني تحدثت بأن أكثر من 50 دولة مشاركة يعني في مسار هذه القافلة، وبالتالي هناك قرار لمواجهة الكيان الإسرائيلي، مواجهة تحدياته والعقبات التي يطلقها. برأيك هل سيذعن الكيان لهذا الحجم الدولي، يعني الاعتداء على هذه القافلة، يعني الاعتداء على هذه الدول؟ من خلال متابعة الإعلام الصهيوني خلال الأيام الماضية نكتشف أن